السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في الفلبين بالعربي. والنهاردة هنتكلم على قرار في الفلبين في ظل تحكم الزوجة الفلبين، إزاي إن أنت هتقدر تسيطر على الموضوع، إن أنت تقدر تعمل استثمار وزوجتك لا تتحكم فيه. الموضوع صعب جدا وأوفر وما ينفعش يتشرح، وما ينفعش ان هو يتعمل عليه كتالوج، عشان ناس كتيرة بتطلب مني ان انا اعمل لهم كتالوج ازاي اتعامل مع زوجتي. مش عارف والله، يعني الموضوع مش بس اخد عني فكرة ان انا عشان اتزوجت 5 مرات، اخدين عني فكرة ان انا راجل يعني ايه زير نساء، وان انا بعرف بقى اتحكم في الستة بك كده، اقول لها تعالي يمين تيجي يمين، تعالي شمال تيجي شمال. كل زوجة وليها طريقة، وكل زوجة وليها تعامل، وكل واحدة وليها طريقة في التعامل والكلام والمعاملة. لكن احنا هنتكلم فيه، انت لو جيت الفلبين على زوجة فلبينية وانت كعربي، والمفروض ان انت هتعمل استثمار ومش عايز تخسر في الاستثمار ده داخل الفلبين. رقم واحد، خليك يعني ما تحاولش تتخانق مع زوجتك، وان كان الخناق مع زوجتك او الخلاف مع زوجتك او الخلاف ما بين الثقافة، خليك بارد وتلاجة، وحاول تفهم الثقافة بتاعتهم، واسمع لابو احمد شويه على الفيديوهات، واعرف ثقافه الفلبين عامله ازاي عشان تعرف تتعامل مع الناس دي ازاي. فانت لازم تفهم الثقافه الاول. خنقت معاك بسبب شيء، ممكن يكون السبب شيء دوت بالنسبه لك كبير جدا، لكن هي بالنسبه لها عادي تمام. زي مثلا ان هي زي ما بقول التامبو، كان في ناس بتتكلم على التامبو دوت على اساس ان هو يعني اختراع مخترعينه الفلبينيين، رغم ان كل دول شرق اسيا بيتعاملوا بيه، لكن بتختلف من دولة لدولة. يعني الفلبين بتختلف عن اندونيسيا عن ماليزيا. طنبق هنا بيتعمل ازاي؟ هنا ممكن تتخانق معاك لحظيا، يعني هي بتتخانق معاك دلوقتي وانت بتزعق وبتاع مش عارف ما تردش عليك، بعدها ب10 دقايق تقوم رد عليكم وجايب لك الاكل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وانتهت القصه، ولا كان في طنبق. في طنبق تاني تمام بيتعاملوا بيه، ان هي انت زعقت لها بقى وابوك وامك واللي خلفوك واللي عملوك واللي مش عارف ايه، تقوم فاصل عنك، تعمل لك كل حاجاتك اللي انت عايز تعملها، اكلك شربك غسيل هدومك تربيه عيالك الكلام ده كله، اهلا وسهلا بيك. لكن علاقه ما بيني وما بينك مفيش، كلام ما بيني وما بينك مفيش، تنادي عليها كانك بتنادي على طوبه ولا موجوده يا هي. طبعا التامبو ده ذات نفسه عشان انت تعرف تتعالج معاه مع زوجتك هنا، انت لازم تفهم التامبو ده ازاي، ولازم تجربه مره واثنين وثلاثه واربعه. لكن واحد يطلع لي يجي يعمل لي فيديو يقول لي انت لو عايز تعالج الطم وتروح تجيب لك مراتك فرخه مش عارف مشويه، كانش حد غلب يا ابن الحلال والله، كانش حد غلب. كنت انا رحت اتخانقت مع مراتي وبعدها بساعتين رحت جبت لها واشتمها واقول لها وهتعمل لي طمبو، وراح اجيب لها فرخه بعدها بساعتين. الموضوع مش كده، الموضوع انتوا مش بتتعاملوا مع روبوت هتدي له بالكارت هيقوم يطلع الفلوس، كارت اي تي ام هيقوم مطلع لك فلوس، تحط له كارت يقوم مطلع لك ازازه كاكولا، تحط له كارت يقوم مطلع لك كوبايه قهوه، مفيش الكلام ده. انت بتتعامل مع واحده ست، ولما تتعامل مع واحده ست دي هي ليها طباعها وعاداتها وتقاليدها وثقافتها اللي هي متربيه عليها، ولو كانت كريستيان كمان كانت من قبل كريستيان وتحولت لبالك اسلام او مسلمه ليها عادات تانية وتقاليد تانية، ولو كانت بيور مسلم ليها عادات ثالثه وتقاليد ثالثه. استمع لابو احمد عشان تريح دماغك من الموال الحلو الطويل دوت. طيب انت بقى عشان تتعامل معاها، اولا خفف من الخلافات، ثانيا وده اهم شيء ده اهم شيء ده اهم شيء، خلي مراتك تتحمل مسؤوليه بسيطه، وقول لها ان الاموال اللي انا شغال بيها ديت دي اموالي انا وانتي وابننا او بنتنا، فاي تدخل من اسرتك هيخربه. اي تدخل من اسرتك، اكل شرب، انا فاتح مطعم يجي ياكلوا من عنده ويشربوا، فاتح مثلا لندري بغسل ملابس فييجوا يغسلوا هدومهم عندي، او يطلبوا منك فلوس او الكلام ده كله، افصل الكلام ده نهائيا. ليه حضرتك؟ لان لو اهلها اخدوا فلوس واستلفوا فلوس وانت جيت في يوم من الايام منعت الكلام ده، اللهم ان انت هيتخرب بيتك رسميا. منعت الكلام ده، لازم تبعد عن اهل مراتك الحته دي. لو انت حطيت يعني ساعدتهم مره واثنين وثلاثه وجيت وقفت وقلت لا مش هساعد تمام، لازم تنقل من جنب اهل مراتك، لانك هتتطلق يعني هتتطلق يعني هتتطلق، هتنفصل عن زوجتك بكل الطرق، مش بمزاجك غصب عنك. ليه؟ هيلعبوا في دماغها وهيلعبوا في دماغك وهيلعبوا في دماغ العيال وهيلعبوا في دماغ الدنيا كلها ان انت في ضغينه، وان انت بتكره الفلبينيين، وان انت بتكره مش عارف ايه، وان انت تحولت وتغيرت
وبقى شكلك وانت شكلك لايف على واحدة تانية وزوجة تانية وبتنجانة تانية ومش عارف ايه، هتلاقي الفيلم يطول معاك مش هتعرف تلمه. وخصوصا حكاية المراتيس، عشان بس المراتيس هنا بالنسبة للفلبينيين اخف بكتير من عندنا في العرب، هعمل عليه حلقة تانية ان شاء الله. لكن اللي انا بتكلم فيه، رقم واحد حاول تتفاهم مع زوجتك وما تخليش موضوع الخلافات كتير. اتنين، حاول ان تبعد اهل زوجتك عن البيزنس بتاعك نهائيا، يعني ما تعملوش مع البيزنس نهائي، لا كان بسلف ولا ان هم مثلا انت فاتح ورشة تصليح موتوسيكلات، ما يجيش جوز اختك مثلا جوز اختها كل 3 4 ايام جايب الموتوسيكل، عن عايز اصلح الموتوسيكل، عن عايز امون بنزين، عن عايز اغير زيت، ده كده هيخرب بيتك. اركن ده على جنب. اخر حاجه اللي انا هتكلم فيها ان انت تكون فوكس على راس مراتك. يعني ايه فوكس؟ اما ان انت تدير العمل بتاعك، يعني انت عندك بزنس، عندك بتشتغل فيه محاصيل خضروات، عندك موتورسايكل، عندك جبني، عندك جروسري، تمام. اما ان انت تدير الحاجة دي بنفسك انت، يا اما تمام لو خليت زوجتك هي اللي تدير الحاجة دي، انت تكون اشراف عليها فوق راسها، انت تكون اشراف عليها فوق راسها، راحت فين، جت منين، الفلوس دي راحت فين، تعمل لها صادر وارد، اعمل لها دفتر الاستاذ. يا عم مش بتعلم دفتر الاستاذ، خش على يوتيوب او جوجل ودور كده يعني ايه دفتر الاستاذ، وانت هتعرف دفتر الاستاذ ده بيتعمل ازاي. اعمل دفتر الاستاذ لزوجتك، وتعمل دفتر الاستاذ لزوجتك، تفضل بقى مراقبها من الالف الى الياء، 1 2 3 4، النهارده صرفنا كذا صرفنا كذا صرفنا كذا، عشان في اخر الشهر تلاقي مرتب ليك او تلاقي في انكم ليك، تمام. طيب انت حضرتك معكش الكلام ده كله خالص، ما عندكش بيزنس، انت بيجيلك انكم بقى، بيجيلك معاش، جايلك معاش من بلدك، او جاي من انت مثلا راجل متقاعد في بلدك فجايلك معاش. الفلوس حسب ما انت بتتعامل مع زوجتك، لو انت واثق في زوجتك ان هي بتوفر احسن منك اديها الفلوس، لو كانت زوجتك علاقتها مع اهلها اوفر يعني بيحبوا بعض قوي، تمام، لا اديها مصروف، لان هم لو بيحبوا بعض قوي هي عمرها ما هتبخل نهائيا عن ان هي تديهم فلوس، هي عمرها ما هتبخل ابدا ان هي تديهم فلوس نهائيا. فانت لازم حضرتك تقنن الموضوع وتمسك الفلوس في ايدك. شايف ان هي ست مدبره وان انت بعيد عن اهل زوجتك، لا اديها الفلوس زي ما هي عايزه، لو انت بعيد عن اهل زوجتك تديها الفلوس زي ما هي عايزه، لكن لو هي على تواصل، هي بعيد عن اهل زوجتك تمام، يعني هي بعيد عن اهلها لكن لسه ما زالت على تواصل مع ماما مع بابا مع اخوها مع مش عارف مين، شيك كل شويه اقول لها اسالها انت معاكي كام النهارده، يعني مثلا انت بتدي لها مثلا 50,000، انت معاكي كام النهارده، هتقول لك معايا 45، صرفت الخمسه فين، لان هي ممكن ترسل فلوس لاهلها من وراك عن طريق بلوان والكلام ده كله. هتقول لي ده حرام والكلام ده وبتاع مش عارف ايه، حبيبي الثقافه هنا تختلف، هنا هم بيدعموا بعض، يعني انت لو وقعت تمام، انت لو وقعت في يوم من الايام هتلاقيهم هم واقفين جنبك، لو وقعت في يوم من الايام، بس في محدوديتهم هم مش في محدوديتك انت. يعني ايه؟ يعني انت لو جرالك اي شيء لا قدر الله ومعكش فلوس، هتلاقي هم بيدبروا لك الفلوس دي بس في محدوديتهم هم، مرتبهم مثلا 15 20,000 30,000 تمام، بيبعت لك خمسه تمام، لكن انت حضرتك مرتبك 50 70 80 100 تمام، انت بتبعت 10، فهم هيبعتوا على حسب ما هم يقدروا عليه. الاستقرار داخل الفلبين والاعتماد على الزوجة في الاستقرار بيعتمد على 1 شخصك، 2 تعاملك مع الزوجة ازاي تتعامل معاها، 3 تعاملك مع اهل الزوجة، 4 عدم الاهمال في ان انت ما تفضلش عارف فلوسك دي رايحة فين، لازم تعرف فلوسك رايحة فين وجاية منين وكذا وكذا وكذا، لان ما تجيش، لان في ناس انا شفتها هنا والله كان بياخد بال 180,000 ما بيوصلش لحد 10 ايام او 15 يوم، ليه؟ في بذخ في الانفاق حضرتك، في بذخ 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 على الاخر، وخصوصا ان الفلبينيين موفرين، فلما بيكون عندهم فائض من المال لا بيوفق، ما بيكونش فيه توفير بقى، ده عيب من عيوب الفلبينيين، لما يكون عندهم فائض من المال ما بيوفرش، لكن لو عنده مرتب معين تمام لا بيوقف بقى ويمشي على قد المرتب والكلام ده، بيمشي على قد، لكن لما يكون في فائض اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. يا رب اكون وصلت لكم معلومه النهارده، ويا رب تكونوا استفدتم، ويا ريت تعملوا سبسكرايب ولايك وشير، تدعمونا في القناه وتزورونا على كل الروابط الموجوده في صندوق الوصف، و شكر لكم جدا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله.